ان احنا للعام السابع على التوالي بقالنا 7 سنين المجلس القومي للمرأة بيطلق حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء. وبالمناسبة العنف ضد النساء ده ليه أكتر من شكل، مهواش بس العنف البدني، ده أنا هزيدك من الشعر بيت، ومش بس العنف اللفظي، في حاجة اسمها العنف المعنوي. العنف المعنوي اللي هو إيه؟ تكبت، تخيف، ترهب، تهدد، تقلق، يعني مدير طول الوقت يرهب الموظفات بتوعه، يخوفهم لو ما عملتيش كده انا هبقى مضطر ارفدك، هنقلك، هعمل لك مش عارف ديموشن اللي هي عكس بروموشن، يعني بدل ما رقيكي هنزلك درجه. كل ده عنف معنوي. الزوج اللي كل ما مراته تقول له حاجه يقول لها اطلقك، كلمه زياده اطلقك. الاب اللي طول الوقت قاعد عمال بيرهب بنته بانه لو ما سمعتيش الكلام همنعك من انك تروحي الجامعه، ده عنف. طيب خلونا ناخد معانا دكتور لبنى خيري، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا دكتور لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله. مش اللي أنا قلته ده يعتبر عنف معنوي برضو؟ آه عنف معنوي، وإحنا كمان بنسميه ده العنف المستتر أو العنف الصامت، لأنه ملوش أثار على الجسم واضحة وصريحة زي الضرب، لكن بيسيب أثر نفسي وجرح كبير. في ستات بتعرف تعبر عنه بالكلام، وفي ستات بتبقى مش فاهمة أصلا إيه اللي بيحصل لها ده، ولا هل اللي بيحصل لها ده طبيعي أو ده فيه هتك لحقوقها ولا لا. وده التعامل يبقى معاه إزاي؟ يعني إذا ابنة تعرضت لهذا العنف المعنوي من أبوها وتهديده المستمر بحرمانها من التعليم، أو زوجة تهدد طول الوقت من زوجها بالطلاق، أو سيدة بتشتغل موظفة أو عاملة إلى آخره وتهدد من مديرها بالنقل أو بالرفض أو بأنه هينزلها عن درجتها الوظيفية، السيدات دول كلهم والفتيات دول يتعاملوا إزاي؟ بص يا فندم، احنا يعني اول حاجه في المجلس احنا حريصين جدا ان يكون في توعيه مش بس للستات لكن للمجتمع ككل، بدايه من تعريف انواع العنف المختلفه لغايه العقوبات اللي الحمد لله بقينا في عصر ذهبي فعلا، وفي تغليظ للعقوبات دي بحيث ان هم يعرفوا ان الحرمان أو النوع ده من الجرائم يعاقب عليه القانون، وهو مش من حق حد إنه يتعامل مع المرأة بالشكل ده. صح. كمان إحنا عندنا في المجلس مكتب الشكاوى، ومكتب الشكاوى ده ليه خط ساخن بتتكلم عليه السيدات والفتيات بسرية تامة، بيقدم لهم الدعم القانوني سواء من استشارة أو إن هم يساعدوهم في رفع القضايا بمحامين ومحاميات متطوعين. والحقيقة أن المكتب قدم دعم من أول ما ابتدى لغاية النهاردة لأكثر من 201 ألف سيدة وامرأة تقدمت بشكاوى للمجلس. بقدر ما هو مهم الرقم في أنه المجلس قدم النوع ده من الدعم، بقدر من أنه الرقم مخيف، لأنه ده معناها أنه 250,000 سيدة تقريبا بيتعرضوا للعنف، وفي النهاية دول الربع مليون اللي بلغوا. بالظبط، كنت لسه هقول لحضرتك كده بالظبط، دول السيدات اللي أولا عارفين بالخدمة دي من المجلس، وعارفين الهوت لاين أو الخط الساخن، وعندهم وعي بحقوقهم، وعارفين وواعيين إن هم محتاجين مساعدة عشان يتخطوا المشكلة دي. هو الرقم كام يا دكتور لبنى؟ 15115 15115 عشان زمايلي بس يكتبوه على الشاشة. طيب هنا ده هيخليني أسأل، إيه هي الأنواع المختلفة بتاعت العنف يا دكتور لبنى؟ يعني إحنا فاهمين العنف الجسدي فده سهل إثباته، لكن في عنف لفظي اللي هو الشتيمة، في عنف متعلق بالتحرش بأنواعه المختلفة، في عنف معنوي زي ما أنا قلت اللي هو التهديد المستمر للمرأة أو للفتاة، هل في أنواع تانية؟ وفي الابتزاز الالكتروني والتحرش الالكتروني وسرقه البيانات وانتحال الشخصيه، كل دي، والحرمان طبعا من الميراث، الحرمان من فرص العمل. ايوه، والحكم ده قانون الاستثمار برضو حقق تكافؤ الفرص من القوانين
الرائعه الحقيقه لانصافه المراه. كل دي اشكال من العنف، يمكن احنا مركزين اكثر في الاعلام والدراما على العنف الجسدي والعنف اللفظي والتحرش بمعناه اللي احنا عارفينه، لكن ظهرت في الفتره الاخيره والناس الحقيقه مبسوطه ان هم بقى عندهم وعي بده، وهو التحرش الالكتروني او الابتزاز الالكتروني، وده برضو جريمه يعاقب عليها القانون. وفي الخط الساخن بتاع مكتب الشكاوى المجلس القومي للمراه بيتلقى الشكاوى بتاعته. طيب دكتور لبنى، هل احنا عندنا بنيه تشريعيه وقانونيه كاملة متكاملة للتعامل مع كل أنواع العنف ضد المرأة، ولا لازال لدينا بعض الجوانب محتاجين أن إحنا نعمل لها قوانين أو تشريعات، وجوانب أخرى محتاجين أن إحنا نعدل في البناء العقابي بتاعها ما بين تغليظ العقوبة أو تطويرها؟ الحقيقة أنه لما تم تغليظ العقوبة بتاعة التحرش وبتاعة الاغتصاب وبتاعة الحرمان من الميراث، فهي غطت ثغرة كبيرة. احنا كلنا في انتظار تعديل قوانين الاحوال الشخصيه بقى، يعني احنا لسه بقى مستنيين ده اللي هيسد ثغرات مختلفه. لكن صدر خلاص مثلا قانون الجرائم الالكترونيه غطى كتير من جرائم التحرش والابتزاز الالكتروني، تغليظ زي ما بقول لحضرتك للقوانين الخاصه بالتحرش وتم تعريفها، والاغتصاب كذلك، والحرمان من الميراث برضو غطت طبعا. والاهم من كل ده يعني ما اقدرش انسى طبعا الختان، لان هو مشكله طبعا كبيره وملف كبير. فتغليظ العقوبه بتاعته للسجن سواء اللي اشار بالفكره او قام بيها حتى، فده شيء مهم جدا، لانه الختان ملف الحقيقه المجلس القومي للمراه بيشتغل عليه من اول 2019 مع المجلس القومي للامومه والطفوله، وتم الهيئه الوطنيه للقضاء على الختان الاناث، وده كان حقق شغل كبير قوي على الارض من خلال حملات طرق الابواب والخطاب الديني والرائدات في القرى والمحافظات البعيده، ان هم ازاي وصلوا ل 86 مليون سيده في المحافظات وفتاة. والحقيقه انه النسب مبشره، لان هي قلت من 21% ل 14%، ولسه طبعا الشغل مستمر، واحنا مركزين او مكدسين الشغل كمان في خلال 16 يوم عمر. طيب وحمله ال 16 يوم هنعمل فيها ايه؟ فيها انشطه كتيره صحيح للمجلس، بدايه من ان احنا هيبقى في افتتاح لعيادتين خاصين بالمراه في جامعة الأزهر وجامعة قناة السويس، وهيكون في طبعا يوم رياضي كتير من الندوات والمناقشات اللي ليها علاقة زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن سلامة المرأة في مكان العمل طبعا، ومناهضة العنف المعنوي وتمكين المرأة سواء سياسيا أو اقتصاديا، والتوعية للمرأة ازاي انها تحاول تتكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية اللي بتحصل. أكيد المرأة ذات الإعاقة ليها ندوات ومبادرات، هيكون طبعا في تنظيم التدريب للقيادات الدينية علشان الختان أو مناهضة الختان، بنسميها سفراء ضد الختان. طبعا المبادرة الجميلة نورة هتكون موجودة هي وداوي في 10 قرى. هيكون برضو في تنظيم لمبادرات بالتعاون مع جامعات مختلفة، وهيكون في لقاءات توعوية بجامعات مختلفة وتدريب لطلاب الجامعات والطالبات في المرحلة الثانوية ازاي يتصدوا للتحرش والعنف. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور لبنى، خدنا من وقت الكتير، كل الشكر للدكتور لبنى خيري عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة. 15/1/15 بمناسبة 16 يوم، خلونا نشارك في ده قدر الإمكان. أي سيدة، أي فتاة تستشعر أن هناك أي شكل من أشكال العنف بيمارس ضدها في محيط العمل، في محيط الدراسة، في محيط المنزل، في محيط الشارع، الحي، المجتمع بشكل عام، أيا كان شكل العنف على ألوانه وأشكاله المختلفة، بعد إذن حضراتكن اتصلوا على الرقم الموضح على الشاشة 15/1/15.
1-5. العنف ساعات بيبقى عنف جسدي، العنف ساعات بيبقى عنف لفظي شتيمة، العنف بيبقى ساعات أنواع التحرش المختلفة بأنواعها، العنف ساعات بيبقى العنف المعنوي المتمثل أحيانا في مسألة التهديد والوعيد للزوجة أو الإبنة أو الزميلة أو الموظفة أو المتدربة إلى آخره، إما بالرفض من العمل أو تخفيض الدرجة الوظيفية أو الحرمان من العلاوة أو إنه يبقى في حرمان من التعليم أو يبقى في حرمان أصلا من العمل مش موديكي شغلك تاني، أو التهديد بالطلاق أو التهديد بسحب الأطفال وعدم رؤيتهم. كل دي أنواع من العنف. فبعد إذن حضرتك ما تسكتيش، أرجوكي